طالب مجلس الشورى وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الإعلام للعمل على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية، كما دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى سرعة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للبيئة وتنفيذ مبادراتها ودراسة جدوى الاستفادة من زراعة النخيل بما يحقق متطلبات الاستهلاك المحلي من التمور والتصنيع الغذائي ومتطلبات التصدير. ووافق مجلس الشورى على منح مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ترخيصا لجمع التبرعات الخيرية وإدارة الأعمال الوقفية. وينضم إلينا من الرياض المحامي الدكتور محمد الجذلاني. من أبرز ما أشار إليه مجلس الشورى أستاذ محمد هو التنسيق بين وزارتي الإعلام والعدل في قضية عدم نشر أي أخبار عن المحاكمات قبل انتهائها. نعم، حياكم الله ورحب بكم بالأخوة المشاهدين. اللي يظهر من التوصية الصادرة من مجلس الشورى أن المقصود بها في إيجاد الآليات لتنفيذ نظام موجود في بالفعل وقائم من السابق من الوقت السابق، وحيث نصت المادة 9 من نظام المطبوعات والنشر على أنه يحظر نشر وقائع المحاكمات أو التحقيقات قبل انتهائها وقبل أن تحصل الجهة الناشرة على إذن من الجهة المختصة القضائية أو الحقوقية. يعني الحكم النهائي يمكن أن يتضمن النشر وعدم النشر. نعم، الحكم النهائي نشره لحالات معروفة، بعضها قد يكون النشر كعقوبة إذا نص عليها الحكم القضائي أو نص عليها النظام أن يكون ينشر الحكم بالعقوبة من باب التشهير، وبعض الأحكام تنشر وفق آلية نشر الأحكام القضائية التي تقوم عليها وزارة العدل أو ديوان المظالم أو الجهات التي تصدر أحكام قضائية. قضت التعليمات والتوجيهات قديمة من المقام السامي بأن تنشر الأحكام لكن بعد أن تحذف منها الأسماء والبيانات الخاصة بأطراف القضايا، وذلك لهدف التوعية الحقوقية. نعم. فهناك نشر للتشهير والعقوبة وهناك نشر للوعي الحقوقي، ولكن بعد اكتساب الأحكام القطعية. أما نشر الأحكام التي ما تزال ابتدائية يعني يدرك الجميع من المختصين وغير المختصين أن في ذلك إساءة لأطراف هذه القضايا، وفيها أيضا يعني لغط وإثارة ويعني تأثير على القضاء واستقلال القضاء، لأن الناس يتناولون وقائع هذه القضايا دون أن يكونوا مطلعين على تفاصيلها ودون الاطلاع على ملفاتها ويبدون آراءهم فيها، وأحيانا قد تكون محل سجال فكري أو سجال ديني أو إلى غير ذلك، والكل يبدي رأيه مما يشكل أحيانا ضغط وتوجيه للرأي العام في قضية قد تكون مؤثرة على النظر القضائي، وهذا يعني شيء محظور في دول العالم جميعا وليس فقط في السعودية. نعم، إذن التوصية تقضي بتفعيل ما هو قائم أصلا في في في, نعم في الأنظمة. النظام منع، ولكن يظهر لي من التوصية ومن نص التوصية أن المقصود إيجاد الآليات، وخاصة مع ظهور وسائل الاتصال ووسائل الإعلام الحديث، ليست يعني فقط المنشورات التقليدية أو وسائل الإعلام التقليدية. معروف أن مثل التلفزيون الرسمي ومثل الصحف المنشورة والرسمية يعني تراعي هذا الأمر، لكن أصبح أمامنا الآن مثل الفيسبوك وتويتر وغيرها من وسائل التواصل تتداول مثل هذه الأحكام والوقائع والمعلومات. نعم. ويخوض الناس فيها وتؤثر على الرأي العام. يعني منع الاجتهادات التي لا تستند على أي أحكام قاطعة في هذا الموضوع وتقنينها. صحيح. المحامي الدكتور محمد الجذلاني كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.